وقلنا لك كي نجيو هنا نتلاقاو كل شيء بدا من جديد، زعما يقول واحد درناها في الفيديو واستدعيت الفيلم اللي شافو، قلت بلي مدعوي بلي المام تاع اللجنه اللي كانوا ممثلين هذه اللجنه وان شاء الله يحضر. حنا قلنا يجيو، هما ما جاوش، وهذا رايهم وحنا نحترموه ما يجيش ما يجيش. حنا النظام تاعنا يبقى متواصل على القضيه والقضيه فوق الجميع. المشاكل اللي عندنا قلنا نريبلوها ونخرجوا واحد، الدولة تقولنا باللي ترص الصف، والقضية تاعنا قضية شريفة، القضية تاعنا كرامة وحقوق اجتماعية، اللي ربطنا حتى واحد فيها، حنا ننطر عليها إن شاء الله ونوصل، هما ما جاوش، يتحملوا مسؤوليتهم، يتحملوا مسؤوليتهم اللي ما جاوش، ثم الطريق اللي وصلنا إن شاء الله للتسويق. التسوية تاعنا هو الموضوع تاعنا، نهضرو غير على التسوية فيها إن شاء الله نجيبو حق، هادي درنا ليكل، هادي ناضلنا على حقنا ما نتراجعوش، ما نتنازلوش، والنضال تاعنا ولا الظروف سامحونا وحنا راينا وراي، هضرو معايا، طارق الداوي عيط له، قال لي في تمرست، ليسونسي، الناس اللي ندير وضدنا. ما تشوفهم خلاص، ما تشوفهم معايا، ما تشوفهم معنا، وقفوا مع الحق. هذا ما نطلب منكم، لا وقفوا مع الحق برك. لا ما نقول لكم انا، ما نقول لكم هذا واش نقول لكم. انتم هنا اللي عنده هضره هضره، وكما قال محمد ما نقطعوش راها، ونسجلوها ولا من حين نديروها مع بعضها، نبقاو نتلاوح وان شاء الله بالخير. ان شاء الله غير الخير. كاينين اللي الناس يتريكت بصحتهم، اللي يتريكت اخويا بصحته، اللي مازال ان شاء الله يتريكت عقاله، هذا واش نديرو؟ تحباش نديرو حرب بلا حرب، ونديرو مشاكل بلا مشاكل، ونوضو ضد بعضنا، ولا الدنيا تشوفنا الطريقه، ولا نخرجو في بعضنا، ونوصل ندخلو في ملايح من العقبه، وندخلو في الخصوصيات، والله يكرهنا. والريال اتهامات في بعضنا في بعض، وما ربحنا والو، والله ما ربحنا شيء، بقينا ضحك، بقينا ضحكة للفئة المجتمع والدولة تفرجنا، إذا نهضرو المليحة ونديرو المليحة ونكتبو المليحة، واللي يخرجوا بيا هذيك، واضحة؟ ما نضربوش أنا بيك، نبداو منا من الظهر هكذا ونروح، حنا نسجلو نشيرة نسجلو. ساعة ولا نديرو استراحة ونكملو، داكور؟ أنا حسبوني، أنا حسبوني ما قدرتش واني نشاور فيك، هاتي ولا نعمر، يقولك هذاك شامخ عنده ولا دار ودار، اسألوني ليه، سألوا على القضية نجاوب، وشو نكونو كامل واحد برك، بين الله وبين رسول عليه الصلاة والسلام، هذا ما كان. وهذا النظام تاعنا وهذا العرف وهذا العشرة وهذا ان شاء الله الدون ونتلاقاو ونطلع فينا ما يبانش ويتهز ونعيشو العزاز مكرر واش راح نقول لكم بان نخرجوا بيان واضح صريح شوفوه بالمناطق المستوى الوطني داكور اللقاء هذا اللقاء هذا لإعادة النظر في القضية هي كاينة وين راك فيها؟ وين راك فيها؟ كي ديرك غلط من الطريق تروح حتى حنا رحنا. إن شاء الله. داكور يا جماعة؟ قلنا نبداو يهضر. الطاها شوف هضر يدي من مسكرة، شوفوا هنا ما نهضروا لا وطني، لا وطني، لا كان في المكتب الولائي، لا كمنسق ولائي، لا كمناضل، لا كجهوي، لا كإعلامي، لا والو. نهضروا كمشطوبين، حنا وكامل كما قال لك مشطوبين. هي هذه المناصب هذه وهمية المناصب وهمية درناها غير باش اللي يمدوها في الخلعة الدولة الدولة هيكل رواحيكم هيكل رواحينا باش نتفاوضوا ما نروحوش في بعضنا هذا ما كان هيكل هذا باش الدولة تقول لكم منظمين نهضروا هذا ما كان ما نهضروا لا وطني لا جهوي لا نوضيو انا فلان بن فلان في الولاية الفلانية نهضروا بين اخوان الناس ويتفاوضوا داكور؟ شكرا على رأيك
تفضل يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عفوا ولا عفوا. جمعنا اليوم نهضروا شوية. تعود عندنا في التفسير والنتيجة تعود مليحة. غنوصلوها. الطريقة اللي نوصلوها وش هي؟ كل واحد يبان لي راه عنده فكرة وعنده ثلاثة. عندو ثلاثة ولا أربعة في كل ولاية ولا خمسة في كل ولاية بصح قادرين يحققوا النتيجة أكثر من 100 واحد. فين وصلوها؟ وصلوها الإعلام، وصلوها الرئاسة الفود، وصلوها المهم تعود عندها ضربة واصلة. عندها وين توصل وين تعود عندنا صدقة. هذه يبان لي كل واحد طريقة التخمين تاعو. في نفس الوقت تعود أنه مش خارج على إطار غير قانوني ولا إطار ما على باليش كيفاش. هذه أنا يقول لي فكرة هذه لواحد كل ولاية تخمم فيها واش فيها توصل نقدر نتاعها ونتعمل ربي يسهل إن شاء الله. أخويا حليم حليم السلام عليكم. أخوك معك حليم الحميد من قلبه. أسباب عدم حضور في الاتفاق الخرجات الأخرى هذه تحديد التواريخ الوقت في التاريخ اللي تحدوه ممكن ما يساعدش الناس